هذا. شيف حنان صاحبة مطعم شيف حنان، بداية عملي كانت بالبيت لمدة 10 سنوات أو 12 سنة. بداية عملي كان بسيط، سويت صفحة عن طريق الفيسبوك ونزلت الأكلات، شفت يعني صار طلب عليها، جبت عاملات بالبيت وزاد الطلب، زيدت عدد العاملات، دخلت كادر رجالي، فبعدين يعني حبيت يكبر المشروع فسويت المطعم هذا، افتتحناه. بالبداية واجه الصعوبات من خلال المجتمع، بعدين يعني أنا أصررت أن أحقق هدفي واستقطبت عاملات ويعني محتاجات وأرامل مثلا مهجرات. وبداية عملي كان يرتكز على الطبخ، بس طبخ الأكلات العراقية. بعدين دخلنا زودنا الكادر العمل ودخلنا شغلات الكبة والبيتزا والبورق، يعني كبة بأنواعها. وهسه حاليا يعني الطلب أكثر شيء على القوزي وعلى الأكلات كلها، أكلات الغربية شوية همين، الأكلات الشرقية كل أنواعها. لما دخلوا داعش لا تأثرنا، ويعني تأذى الشغل تقريبا سنة أو سنة ونص، يعني ما ضل شغل، حتى الناس قامت ما تطلب أكل. بس ورا تقريبا سنة أو سنة ونص لا استقر الوضع، ويعني صارت ورا دخول داعش دخلوا المهجرين. فأني يعني مجموعة من البنات جوي وشغلتهم من المهجرات، وحتى من الولد همينة، يعني هم استفادينا من خبراتهم. كان عندهم خبرة بالكباب، كبة الموصل، بالأكلات، قسم من الأكلات. بداية كان مطبخي صغير، كنت أحتاج المكان أكبر حتى يعني يطلع إنتاج به. فاستفادينا المنظمة IOM أنطوني المنحة، فبنينا مطبخ، كبرنا مكان العمل، وسوينا تغيير بالديكورات. ويعني كان نقص عندي برادات مثلا سبلت، كملت كل النواقص بها. تقريبا ثلاث اربع عمال زيدنا بعد، وحاليا ان شاء الله اكو شفت شغله ان شاء الله نلزمها، يعني اضطر ازيد احتمال بعد فد اثنين ثلاثه. بدايه يعني كمجتمع ما يعني ما تقبلوني، يعني كانوا يستغربون الفكره انه امراه تظهر للساحه ويعني ترأس عمل وعندها عمال وعاملات، يعني واجهت انتقادات وكذا. بس أنا ظليت مصرة على موقفي، والحمد لله يعني بعدي أكثر من عنصر نسائي ظهر تشجعوا وسووا مشاريع، وجماعة أجروا محال ويعني جماعة بالبيت. يعني بدأت المرأة شوية تطلع من القيود المجتمعنا فارضها عليها، تشجعوا يعني من خلال شافوا تجربتي. والله إن شاء الله بالمستقبل يعني لو مثلاً أنا مكاني فوق، يعني أتمنى لو مثلاً يكون لي مكان مطعم أكبر ويكون موقع جوا، يعني شوية درج متعب وهاي، وأكبر المشروع، أكبر المطعم. مثلاً يعجبني أضيف فكرة مثلاً حلويات، فكرة عصائر، أجيب مثلاً عمال مختصين بغير شغلات. يعني هواي أفكارك ببالي، بس شوية بالمستقبل إن شاء الله.